بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الصف الخامس، كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بكل خير. افتتحنا وإياكم الفصل الدراسي الجديد بحفظ وتفسير سورة الملك من آية 12 إلى آية 18، وركز في حفظي وفي نطقي على هذه الآيات. امسك قلمك معي وامسكي قلمك معي ونقرأ هذه الألفاظ جيدا. يخشون أو اجهروا به، ذلولا مش ذلولا، ذلولا. أأمنتم، في هنا همزة على سطر وهمزة على الألف. أأمنتم تمور، مش تموز ولا تمور، تمور. نستمع إلى الآيات بقراءة نموذجية عشان تكون هي أصح قراءة ممكن إحنا نسمعها ونتعلم منها القراءة الصحيحة لهذه الآيات. وهاي الآيات سورة الملك تحدث عن رحمة الله تعالى بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، نستمع مع بعض. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور. وإليه النشور. أأمنتم السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم. ولقد كذب الذين من قبلهم. فكيف كان نكير. فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. هكذا انتهت التلاوة النموذجية للآيات. نشوف المفردات والتراكيب. جعل لكم الأرض ذلولا أي يسرها لكم لتنتفعوا بها. مناكبها أي طرقها. تمور تهتز بشدة. حاصبة حجارة صغيرة. ونكير هو العذاب. تناولت الآيات بعض دلائل قدرة الله عز وجل
وبينت عاقبة من يكذب بيوم القيامة. وهي نشوف مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. بالآيات من 12 ل 14 تحكي لي عن المغفرة والثواب الجزيل، بعدين تسخير الأرض للناس، وبعدين تحذير الناس من عذاب الله تعالى. الله عز وجل وعد المؤمنين الذين يلتزمون بطاعته ويبتعدون عن معصيته في السر والعلن مغفرة وأجر عظيم وكبير. فهو سبحانه يعلم ما في القلوب، إذا كان يخفي إشي وهو بيعلن شغلة تانية، الله عز وجل هو الذي يعلم في القلوب. إذا كانت خير فالله عز وجل يجزيه خيرا، إذا كانت شر فيعاقبه. كيف؟ لأن الله عز وجل هو الخالق لهذه القلوب وهو الخبير بها. الموضوع الثاني تسخير الأرض للناس، والله عز وجل أنعم على الناس بأن جعل لهم الأرض ميسرة بيقدروا يعيشوا فيها ويمشوا فيها ويعملوا لإصلاحها وإعمارها وينتفعوا بخيراتها وما يفسدوها، لأنهم سيحاسبوا يوم القيامة على هاي الأعمال. إذا كانت منيحة سيحاسبوا عليها، وإذا كانت سيئة أيضا سيحاسبوا عليها، وكل شيء محاسب عليه. وبعدين لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهنا الناس حياتهم محاسبين عليها، سواء كانت كل حياتنا كل دقائقنا احنا راح نتحاسب عليها. فخلونا نكون كل حياتنا في سبيل الله عز وجل وفي مرضاته. اخر شيء تحدثت عن تحذير الناس عن عذاب من عذاب الله. الله عز وجل يحبنا ويحب عباده كلياتهم، ولا يريد لنا انه يعذبنا. فحذرنا من الكفر والعصيان اللي بجلب غضب الله عز وجل وعذابه. ومن صور العذاب، هنا عم يحكي لي بالعلومة الإثرائية معلومة مهمة، من صور العذاب اللي وقع على الأمم السابقة لما كفروا بالله عز وجل خسف الأرض بهم، رميهم بالحجارة من السماء والعياذ بالله. بعد تدبري هاي الآيات بدي أعمل الطاعات عشان أرض الله عز وجل، وبدي كمان أقدر نعم الله تعالى علي وأكون عنصرا فاعلا في وطني وأحافظ على خيراتي الخيرات، وكمان انه انا ما اغضب الله عز وجل. تعالوا نحل مع بعض الاسئله يا مس. السؤال الاول، ابين مناكبها تمور وحاصبه. تعالوا نشوف مع بعض. اذا تمور تهتز بشده، حاصبه حجاره، ومناكبها اي طرقها. استخرج من الايات الكريمه ما يدل على المعنيين البعث ويخافون ربهم. البعث بدي استخرج البعث وخوف من ربهم. اذا هنا في عندي البعث في ايات، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه النشور، اي ستعودون بعد موتكم وينشركم. والآية الثانية بدهم إياها شو حكينا؟ يخافون ربهم. الآية التي تدل على خوف من الله عز وجل اللي هي شو؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، الآية الأولى. السؤال الثاني، بينت الآيات الكريمة نوعين من الثواب للمؤمنين الذين يخشون ربهم، لهم إيش؟ مغفرة وأجر كبير، بالآية نفسها هيوتها هون عم بيحكي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إذا واحد مغفرة، اثنين أجر كبير. السؤال الرابع، أكتب الآية التي تدل على علم الله تعالى بأحوال مخلوقاته ولطفه بها، أن الله عز وجل يعلم كل شيء من مخلوقاته وهو الذي يلطف بعباده، اللي هو إيش؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآية اللي بعدها اللي بدهم إياها، وجوب خشية الله تعالى في السر والعلن، هاي واضحة اللي هي إيش؟ الآية اللي وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم
بذات الصدور. طيب، اذكر نوعين من عذاب الله تعالى التي بينتهما الآيات الكريمة. شو هي أنواع العذاب اللي بينتها الآيات الكريمة؟ هون عم بيحكي لي يرسل السماء عليكم حاصبة، هي الأول، والثانية يخسف بكم الأرض، إذا الخسب والخسف. سادسا أتلو الآيات الكريمة. طبعا يا خامس إحنا رح نحفظ هاي الآيات ورح أسمع لكم إياها من خلال الزوم إن شاء الله، رح يكون في عنا حصة أونلاين تسمع فيها هذه الآيات وزي الفصل الماضي. السؤال السابع، هات أمثلة على أعمال معاصي وأعمال طاعات، هذه راح تحلوها لحالكم. بتمنى إنه هيك الدرس فهمتوه. أي سؤال أو استفسار بعتولي على الخاص. بنشوفكم على خير، راح أحدد لكم موعد حصة الزوم إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله.